اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقد لم ناكم بين يدي جابتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي جاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي جاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله
اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقيب يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عندك اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الهجان أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجت خواستمونو بگیم خدا اول خواستمون فرج امام زمانمون حجت ابن الحسن علیه السلام اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وجتك الظهور اللهم وصل على وليك ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك
استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبل مكن له دينا الذي ارتديته لهم أبدله من بعد خوفي أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة خدا و ملتمسان دولت کریم امام زمانمونو از تو میخوایم تو عز و بهل اسلام و اهلت و تو ذل و بهل نفاق و اهلت و تجعلنا فیها من الدعات الى طاقتك و القادة الى سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم المم به شعفنا خدا با ظهور امام زمانمون ناب سامانیامون و سامان بده و شعب بی صدقنا ورطق بی فتقنا پراکندگی های ما رو برطرف کن و کثر بی قلتنا و عزز بی ذلتنا و اغن بی عائلنا و استجب بی دعوتنا اشف بی صدورنا و انصرنا بی على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا خدا ما از نبود پیغمبرمون به تو شکایت میکنیم و غیبت ولینا از غیبت امام زمانمون به تو شکایت میکنیم خدا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل على محمد و آل محمد اللهم احفظ قائدنا و حبیب قلوبنا و نور اعیننا اللهم انصر قائدنا و ایده و تول فی عمر الشریف وقت هواجهی فوق رغبت خدایا ما رو قدردان همه نعمتت قرار بده ما رو قدردان نعمت جمهوری اسلامی قدردان نعمت وجود مقام معظم رهبری قرار بده
خدای اسلام و مسلمین نصرت عطا بفرما. دیگه ریشه اسرائیل و استکبار آل سعود و بکن، شرشون به خودشون برگردان، آتش فتنه ها به آب رحمتت خاموش بگردان. خدایا همه مریضامونو شفا بده، شهدا، اموات، گذشتگان، زویل حقوق مامراهلمون، شهدای اخیر، سید شهدای مدافعان حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام، شهید حاج قاسم سلیمانی کنار سفره احسان حبیبت میهمان و متنعم بگردان. خدایا آنچه نگفتیم و نیازمندیم به لطف و کرمت برابر، آنچه گفتیم به هدف اجابت برسان. به نبی و آله رحم الله و من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.